طيب خلينا ناخد معانا ايضا على التليفون المهندس ابراهيم الحفيان وكيل وزاره الاسكان والمرافق بمرسى مطروح. اهلا اهلا يا باشمهندس. اهلا يا فندم. ازيك يا باشمهندس ابراهيم؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك. احكي لي كده بتلخيص وتركيز على ما تم عمله ويتم عمله في مطروح. يا فندم، ولد مطروح دي دره من درر الكون. والله بيكتشف مطروح على فكره، بيكتشف طرق التنميه المتوازيه كلها. مطروح في العصور الرومانيه كانت هي سله الغلال في هذه الحقبه. فمطروح لما سياده الريس يجي ياكد على المشروعات الزراعيه في الدلتا الجديده على محور الضبعه، يبقى بيقول الراجل ده برضه نظرته مش سهله خالص. طبعا. بنتكلم على لغه الارقام، بنتكلم على 996 مشروع في اخر 3 سنوات فقط. متكلفه في حدود 14 مليار جنيه. انت متخيل سيادتك قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 119 مشروع 7 مليار جنيه. قطاع الكهرباء في حدود 1 مليار جنيه 28 مشروع. الرص والطرق، الاسكان، الصحه، التعليم، الشباب وراء. تخيل سيادتك مش ناسي حتى التطوير الحضاري. يعني اللمسه بتاعه التنسيق الحضاري لسيوه شت مش تسيها. احنا بنتكلم على منظومه متكامله في هذه الحقبه الطيبه لاهل مصر. احنا بنقول ان الخير قادم ان شاء الله. وبقول لسيادتك على حاجتين. قول لي. انا حضرت حاجه منها، انا كنت منسق او ما زلت يعني في مشروع الطاقه النوويه. انا حضرت موقف لما كان سياده وزير الدفاع ما يطلعش غير، يعني اللفظ ده ما يطلعش غير من قائد محنك. صح. تخيل حضرتك احنا رايحين لجنه توثيقيه من اهالي الضبعه، اهالينا يخصنا في الضبعه في حدود 12 قياده شعبيه. وكنت انا والسكرتير العام والسيد المحافظ. حلو. ورحنا حضرنا مؤتمر في وزاره الدفاع استغرق في حدود مثلا 6 ساعات. تخيل جت معانا فيديو كونفرنس. لا بص اللفظ بقى اللي قاله. بيكلم اللواء عبد الله بيقول له يا استاذ اللواء، انت سالت اهل مطروح جايين في عربيات مريحه ولا لا؟ واحد. اثنين، ما تسيبهمش من غير ما يتغدوا. متخيل حضرتك يعني حاجه قد تكون لمسه بسيطه جدا لكن يعني كانت مؤثره للغايه في ان هذا المشروع تركيبه انسانيه مهمه جدا وذكاء انساني وذكاء اجتماعي، يعني ما بين التركيبه والخلفيه والتربيه زي ما بيتقال، وفي نفس الوقت الذكاء الانساني والذكاء الاجتماعي في التعامل مع الناس.